اوعي تتشقتي بنظرية المراية. امال تتشقت بنظرية ايه؟ الحلة واضح ان حضرتك خبرة، افيدينا بعلمك. جالة ليها طرق كتير قوي في الشقة. لا وكمان بيستحدثوا طرق جديدة ومبتكرة. ليه هيعملوا الاوساطي؟ وايه اللي دخل المراية في الموضوع؟ ولا عشان بتزغلل العين؟ يلاقي زغل الايام يا شيخ. ايه بقى نظرية المراية دي يا اختي؟ تعالي بقى وانا اقولك. تمام الموضوع في حكاوي، يبقى لازم نتسلى سوا. اتفضلي يا اختي، اتفضلي يا اختي انا معاكي، بس بسرعه والنبي عشان الكيس ده غالي، هو يدوبك كده للديكور مش اكتر. في بدايه اي علاقه من مرحله الشقط اللذيذ ده، في شقط لذيذ وشقط مش لذيذ. انت بتقولي ايه؟ لا الشاب من دول زي ضلك. يبقى زي ضلك في الاول، بعد كده انت اللي بتبقي زي الضل على الحيط. دي مراحل كلنا عارفينها ومرينا بيها، من بدايه الخطوبه لحد الخلفه اللي بعده. انا عايزه حاجه جديده. سؤال الفحلقي بس، هو يعني انت ممكن تشرحي لنا كل ده من غير البيجامه الاحمر دي، ولا انت عندك راي تاني؟ تروح الجيم تلاقيه هنا. ما بروحش الجيم، عندي اصابه في رجلي. ابو معنى صح مش فاضي. تقولي الله، ده رياضي زيه وبيهتم بنفسه. احنا كستات ما لناش في الرياضه اصلا، فمش عايزين نحور على بعض كتير. مش كفايه علينا السجاد وتنظيف وجري ورا العيال، كمان هنروح الجيم ليه؟ لا ينسى صحتنا في الشارع. كلمي كلام معقول عشان نعرف نسمعك. في الشغل تطلبي سنبل؟ في الشغل نطلب ايه يا اختي؟ بسنبل تلاقي طالب واحده ثانيه هو كمان. حبيبتي احنا لما بنروح الشغل هم سندوتشين، واحد طعميه على بتنجان وواحد فول، واللي بيجي جنبهم بنقطعه. ايه ده بيحب السينابون زيي. هات ربنا، انا لو قلت لجوزي يا سبل اللي انت بتقولي عليه ده، هيقول انت طالق في وشي على طول كده من غير اي مقدمات. مش هيسالني اصلا انت جبت الكلمه دي منين. مش عايزين استهبال بقى. شعرك زيي ولابس سبعيناتي زيي، احنا لازم نتجوز. وش احنا لابسين سبعيناتي يا حبيبتي؟ عشان مش معانا فلوس نجيب هدوم جديد، ولا انت عشان حتتين الزيتان اللي عندك هتتنططي علينا بيهم؟ تروحي حفلة عزيز مرقة تلاقي لابد هناك وتقولي ايه ده، الله ده رومانسي وبيحب عزيز مرقة زيي. مش مرقة ده بتاع الشوربة اللي هو بيبقى بعد الفراخة واللحمة، وازاي رومانسي ها؟ ولا اي حاجة في الكرش تخفي العيب وخلاص. انت بس مين اللي عامل لك اعداد الحلقة الفظيعة اللي قصدي اللي ببجامة النوم دي؟ وتبتدي لا اراديا انت كمان تقلدي حركات. ممكن نقلدهم في الشتايم، يعني هم بيوصلونا لمرحلة ان احنا لازم نرد عليهم بنفس الطريقة، اللي هو ايه، انا لو ما شتمتوش احس ان انا ايه بغل في نفسي كده. وهي دي بقى نظرية المراية، الراجل بيخليك تشوفيه كأنه مراية ليكي بالظبط. كل لفة ودوران عشان تفسري لي نظرية المراية، ده بدا عليك بإلهي مرايات البيت كلها اللي عندكم تتكسر يا شيخ. وفي فترة الشقط الشاب من دول احنا ممكن نستخدم مصطلحات تانية، يعني في فترة التعارف، في فترة التخفيف. ليه اللفظ شقط ها؟ يعني ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن البنت كورة هو بيشقطها. طب انت شقطتي آخر مرة امتى؟ ولا كل حاجة في حياتك كاري كده؟ يعني طب مش خايف لحسن تاخدي برد الاستومك ده غلط عليك في الفتره دي؟ دي ايه الهزازه دي؟ ني 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 ني. احنا هنقضيها كده طول النهار ولا ايه؟ شحال ما كانتش باروكه، كنت عملت فينا ايه؟ خلاص انا دخت منك، كفايه علينا كده. هتشرقي وترجعي كده من كتر الدوخه اللي انت فيها دي. قالت كل حاجه في ثانيه واحده، مش شايفك. بيصوري بالكاميرا الخلفيه عشان الاماميه عكس بالنسبه لنا الكلام، يعني بتتقري غلط، فعشان ما حدش يقراها غلط اعكسي الكاميرا. يعني انت بصراحه بتجيبي من الاخر في كل حاجه، انا احييك. السوسته يا بنت، اذا انت بتتكسفي مامي ياخدي عازه ليه ناس. ما نطلعش بقى ونسيب السوسته البتاع، ما ينفعش كده، في عيال بتتفرج عليك. احنا صورنا الفيديو والسوسته كانت مفتوحه، ننزله ليه؟ ما نعمل فيديو غير. بنات لكل البنات اللي بيحكوا مع اخوي، شفت التاني مره لقيته بيحكي مع 20 واحده بنفس الوقت، لا تصدقوا. كنت فين يا حبيبتي قبل ما نتجوز ويحصل فينا كل ده؟ جايه تقول لنا دلوقتي 20 بس؟ ده 20 اللي متبلك لهم، غير اللي بيحاولوا يتواصلوا ومش عارف ايه. خلاص ما احنا لبسنا، هنعمل ايه؟ له الامر من قبل ومن بعد. اوه هلا والله متابعين الكرام، جبنا لكم حق المكسرات هذه عليها عروض خاصه. لكش في البيع ما تبيعش، لكن ما تكسرش البضاعه خلاص. يعني الساعه الدوره اللي حضرتك دغدغتها دي ممكن الواحد يقعد سنه عشان يعرف يجيب ثمنها، حضرتك دغدغتها وانت بتعمل عنها ريفيو، كنت سيبها في حاله يا عم. انت لما استاها كده حليت المشكله، اديك بوظتها. يا
جبنا لكم حق المكسرات هذه عليها اوروبا. لا هي مش حق المكسرات ده، هي اللي اتكسرت. وبعدين ما المكسرات في الكيس هي كانت اشتكت، كانت قالت لا مثلا ما هتتاكل في الاخر، ولا هي منظره فارغه وخلاص لازم عشان الضيوف لما يجوا يلاقوا عندنا بتاعه المكسرات. كلام في سرك، بيجوا اصلا يطلعوا المكسرات من قلب وياكلوا. ما بيتعاملوا معانا على اساس ان هم افراد من افراد العيله، مش بيتعاملوا معانا على اساس ان هم ناس غربي. حلو والله. هي بس الرموش تقريبا تقيله شويه فبتخلي عينك ترعش، يعني حاول ما تحطش رموش كتير. وعندك برضو غلطه مطبعيه، ده بيتشال برضو، ده من هنحط ميك اب بقى وبتاع عشان الميك اب كله يبان مره واحده. وبعدين يا حبيبتي استري نفسك، انت ليه لابسه من تحت لما اخذ طب شفاف؟ ما تبصليش بقرف، انا بكلمك لمصلحتك، انا بقول لك عشان خاطر كده عيب وغلط، ما ينفعش تطلعي بطب شفاف كده يعني. الطرحه ربنا يهديك وتلبسيها، بس يعني نستر جسمنا بس مش اكتر. هي هتيجي واحده واحده، الاول تستري جسمك وبعد كده شعرك ده كده ان شاء الله ربنا يهديك وتجي. والمكياج برضو هنقوي نفسنا لحد ما ايه، واحده واحده نتعود على وشنا من غير حاجه فيه، وهتلاقي نفسك بتحب وشك من غير مكياج، وتحب تلبسي الحجاب وتحب تستري جسمك. بس انت بتقي بس بستر الجسم الاول. لا ما تبرقليش بقى، احنا اتفقنا اهو، يعني انا بقول لك لمصلحتك. هو ليه كل واحد تيجي تنصحه يبقى عايز يشتمك كده؟ ها ما بتقبلوش النصيحه ليه؟ ده القوت الفجلي النهائي. برافو، لا حلو جدا يا بنت. انا بقول لك استري نفسك، تقلعي الجاكيت عليكي، ما يجي على نبح صوتي من صباحيه ربنا كده تكسفيني. دبي تستغل الأزمة وتقضيها عنف في الشارع. طب مش خايفين لا يكون في كهرباء ولا حاجة؟ فكرتنا باسكندرية، احنا عندنا برضو في الشتاء كده لما الدنيا بتشت كده والنوى ويجي بقى التلج الصغنن اللي احنا بنحبه ده، الناس بتنزل برضو تلعب كده في الشارع. خلي بالك عشان دي بتاعت أطفال صغيرين، لا تفس بيك تلاقي نفسك لزقت على أسفلت. ايه ده، هو انت خدت السرير؟ سبحان الله، قعدوا ينبروا عليك ويقولوا دبي 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 لحد ما جابوكوا الارض. راسة الفرخة المبكبكة، بس هي ايه بتبقى باتنين، بس احنا ليه بقى نسيب اتنين مبسوطين وحلوين مع بعض؟ ما نيجي نرخم عليهم. عايزة ايه يا حاجة؟ سيبيها تنطلق هي وخطيبها ولا هي وجوزها. لازم، هو ملح لازم يتحشر في كل حاجه؟ لا، وجايه من اخر الفرع حينها ما شاء الله، جايبه اخر القاعه. اسمها رقصه ثلاثيه الاب. لا اله الا الله، حدس ايه بس؟ استهدى بالله كده وصلي على النبي، قلت لكم ما تمشيش بسرعه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. في ايه؟ في ايه يا عم خدتنا معاك ليه؟ ده عيل قاعد يلعب تحت العربيه، او هو ملوش اهل؟ وازاي اخويا اهله سايبينه كده في الشارع؟ عدوا عيد من هايبر روس لسه ما خلصش. ايه اسلوب الدعايه الرخيص ده؟ يعني حضرتك حادثه وما حساش وانت قاعد تاكل؟ طب مش جاي اكل عندكم وتعبت نفسك ونزلت تحت العربيه على الفاضي؟ حد معاه فلوس يجيب اكل في البيت عشان ينزل ياكل بره؟ يا ابني يا ابني ارحمونا شويه. صار في تفاهم يعني، ما امال يا ضنايا الجواز اسمه ونصيب؟ بس خدي نفس بس او اتكلمي وانت قاعده عشان ما بتنهاجي كتير. انت مش واكله كويس؟ ميزانيته ما ناسبتني. مش فاهمة، فهميني. كلنا بنستحمل ظروف بعض، الجواز كله كده يا حبيبتي. أدري إن فيكم فضول. مش فضول، إحنا عايزين نفهم بس، إحنا متعاطفين معاكي. كنا في دبي. ليش كنا في دبي؟ لأن قلت لأبيك تكتب لي بيت في دبي باسمي. وأنا أقول يا أختي الخراب اللي حصل في دبي ده من إيه؟ من كتر النبر، كله عايز يشتري بيت في دبي. تعالي اشتري بيت في بولاق او اشتري بيت من على الدائري من عندنا، ايه اللي يوديكي دبي؟ جماعه كلها ابراج شبه بعض، واقل كمان من ربع الثمن اللي انت هتدفعيه في دبي. لا تصير ملشه. انت كده داخله على طمع كده من اولها، دي خطوبه صح؟ وكل دي هدايا تبع الخطوبه؟ ولا ده مهر بيتكتب في القايمه؟ ولا ايه ظروفكم؟ ولا انتوا ليكوا قوانين غيرنا احنا؟ انت تعرفي يا حبيبتي احنا هنا البنات بتتجوز ازاي؟ بنجيب نص الحاجه، ولما بنتطلق ما بناخدش حاجه، ولو خدنا الحاجه بناخدها من الدغدغه، وبنقول الحمد لله من رضي بقليل وعاش. قلت لك ابيش قام البدايه كده. لا كده في غش وتدليس في الموضوع. شكر ده طلع بخيل بقى، ده انا اجرابوس على ايد الراجل اللي انا متجوزاه. انا كنت هقلب عليه الترابيزه بصراحه اقول له شوف، طلع اجيب لك شقه عاديه مش مشكله. قلبي بيت، ده البيت اللي بيسموه فيلا عندنا، او فيلا، او في ناس كتير بيسموها منافيلا. كنت عايزه منافيلا
وهو استخسر فيك يا منفل؟ ايش اسمه ساعات وشرى لي جناط وشرى لي سيارة بس حاجة عبيطة كده ما تتحسبش دي أزأزة كده زي أزأزة اللب. بس في ناس بتأزأز لب وفي ناس بتأزأز كاجو. انت شكلك ما بتحبيش اللب عايزة كاجو على طول. حبيبتي احنا بنجيب الشنطة والله العظيم يا اختي ما قادرة اقوم اجيبها لك. احنا بنجيب الشنطة من السنة للسنة وهي واحدة بيضة وواحدة سودة. ولو طلبتي ازيد بيسود الدنيا في دماغك ومش بعيد تروح على بيت اهلك وتقعد عند بيت اهلك شهرين تاكلي وتشربي توفري له ثمن الشنطة اللي هو كان جايبها اصلا. بس يعني هو دايما ينزل طبقة يعني هو بيفاصل والراجل اللي بيفاصل ده ما ينفعناش خالص. احنا مش عايزين حد يفاصل هي ناقصة واحنا بنشتري طماطم. مرسيدس ليش؟ مرسيدس معلش يا حبيبتي ده احنا عندنا بنات بيبيعوا عربياتهم عشان يعرفوا يجهزوا نفسهم. يقولي لي مرسيدس خليكي في الحنين خشي على بي واي دي الاول في الصيني وبعد كده اطلعي معاه واحده واحده تلزقي على طول في المرسيدس وانت اصلا شكلك ما بتعرفيش تسوقي ده انت مش عارفه تمشي في الشارع. تلبسها له في رصيف يصلحها لك بثمن عربيه صغننه. لان قلت لابي جي كلاس ويقوم يشتري لي جي ال سي. ما بعدش كتير ده هي بس حرفين ثلاثه ما نطركش ل 27 يعني. قلت له تدري شلون فركش بعد كل ده فركش ده انت قلت حاجات يجوز الشارع بتاعنا كله. يقول لي لا انا عندي زوجتي وعندي 7 عيال. هو كمان متجوز ده انت قادره ومفتريه وده من مراته و7 عيال وعايزاه يجيب لك كل الطلبات دي ليه؟ شغال ايه هو؟ بيبيع فستق؟ ايش يعني هذه مقدورياتي؟ لا ده طلع فقير ده مش قد طموحك ده سيبيه ل7 عيال وسيبيه للشقق بتاعته انت شوفي لك حد يجيب لك فيلا او قصر. وان شاء الله بعد كم شهر بشتري لك فيلا وما ادري شنو. بس يعني قام يماطل قلت له خلاص عيل خل مرتك الاولى هي اللي تفيدك بيبي. لا 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 هو بعد الجواز ما حدش هيجيب لك حاجه انت ازنقيه قبل الجواز بعد الجواز خلاص. بالطريقه بتاعتك دي بصراحه انت عايزه بنك مركزي متحرك مش عايزه زوج. ما تدوريش بقى في حته الازواج يعني انت محتاجه المصباح السحري ده تدعكيه يطلع لك اللي انت عايزه من الفانوس. سيب الراجل لمراته وعياله يعني مش هتبقي انت وهو و7 عيال عليها ده زمانها اتشلت. انا اتسرقت في مصر يا جماعه. لا عندك يعني ايه سرقت في مصر ده احنا معروفين بجدعانتنا وكرامنا ازاي ان انت تسرق عندنا. لا كده انا هزعل منك واخلي المصريين كلهم يزعلوا مني. اصلا ايش اللي جابني ولا ايش بلا جبنا بقى دلوقتي وبعدين اتسرق منك ايه يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. استنى يا عم ما تحاسبنش حرام عليك لا تكون ظالم الناس. الفلوس قدامنا هي والفيز والحاجة حسب بس لحد ياخد رقم الفيز اللي قدامك دي. يا جماعة اللي اتسرقت مني ما هي فلوس. اللي اتسرق منك ايه كنت ناشر لما اخذ هدم على الحبل اتنتشت. فلوس لو كانت فلوس معوضة. اللي اتسرق مني شيء ما اقدر ارجع السعودية بدونه. بتقول سرقوا منك ايه كنت جايب هدايا للمدام عشان كده مش هتعرف تمشي من غيرها. سرقني يا جماعة مش عايز اطلع لكم صورته لانه هم 103 مليون مصر كلها سرقتني. اي والله العظيم مصر تخيلوا سرقت مني سرقت قلبي. احلف يعني الخطة دي كلها عشان انت سرقت في قلبك. ما انا قلت برضه اخويا اصل احنا هنسرقك ليه لمؤاخذة بتقولوا اهبل وعبيط. انا اهبل وعبيط اعمل ايه؟ لا ولا اهبل ولا عبيط بس هي الدخلة كلها خضتنا يعني شككتنا في انفسنا كده. انت قول على طول قبل ما تدخل لنا وتسرقنا كده وتلخفلنا في نفسنا كنت تقول لنا ان انتوا سرقتوا قلبي وعقلي وروحي. مصر ام الدنيا هنقول لك لا يعني لو جيت السعوديه. فطلب بسيط جدا اي مصري اتفضل امر دي ان شاء الله يجيب قلبي معاه هو جاي. انا راضيه ذمتك يعني واحد مصري هيشيل كل القلوب دي ازاي؟ هتبقى تقيله عليه هيدفع جمرك كتير في المطار. انت خلص نفسك وتعالى. دي راسة شلشليلي يما شلشليلي يما مش عارفين نرقص ما نرقص او نسقف او نهز كده على خفيف لكن دي خناقة دي ولا اي حاجة. صلى على النبي خلعت ايدينا الراجل في ايدك ولا انت متغاظ ما كنتش عايز تديله البيت اصلا. وما شاء الله الايدين مع الرجلين يعني انا اعرف ان الايدين هي تشتغل لوحدها يا الرجلين لوحدها لكن الاتنين شغالين ازاي كده مع بعض.